تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مسابقة أدبية يحكمها نادي الرياض الأدبي بلجنة نخبوية من أدباء ومثقفين، وذلك ضمن اتفاقية شراكة وتعاون ما بين النادي لدعوة طلاب التعليم العام. طبعا هذه المسابقة اللي تهتم بالمهارات الأدبية للشعر والقصص والمقالة، حنتكلم عنها بتفاصيل أكثر. أرحب بضيف في الاستديو بالأستاذ عبد الرحمن الجاسر، عضو مجلس الإدارة بالنادي الأدبي وأمين منتدى الشباب الإبداعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، وكل الشكر والتقدير لبرنامج سيدتي ولقناة روتانا التي حقيقة عودتنا أن تواكب كل فعالية ثقافية وكل فعل ثقافي في المشهد الثقافي السعودي. طبعا الشكر موصول لكم لجهودكم اللي بتقوموا فيها بما يعني يختص في هذا المجال تحديدا، لما نتكلم عن الثراء اللغوي والأدب اللغوي اللي طبعا موجود في كثير من الشباب والشابات عندنا الموهوبين، يحتاجوا دائما إلى من يتبناهم ويرعى هذه المواهب. خليني أسألك، النادي إيش يقدم لهم؟ ممتاز. طبعا نادي الرياض الأدبي ويعني أغلب الأندية في المملكة العربية السعودية خصصت يعني جزء كبير جدا من فعالياتها ومن برامجها لفئة الشباب. طبعا الشباب والشابات، حينما أقول الشباب أنا أقصد المصطلح العام. نعم. سواء من خلال الدورات، من خلال الفعاليات، من خلال البرامج، أيضا من خلال إدارة العمل الثقافي. يعني لا يكفي فقط أن نفهم من العمل الثقافي وأن يجلس شخص ويتحدث على منصة أو لا، العمل الثقافي أحيانا يحتاج إلى كوادر، إلى فريق عمل لتنظيم الفعاليات وتنظيم الدورات. فدائما نحرص أن نجعل الشباب والشابات هم جزء من هذا الحراك من خلال إدارة الندوات، من خلال المشاركة فيها، أيضا من خلال التنسيق والعمل والمتابعة، بالإضافة إلى أيضا جانب الطباعة والتأليف، أيضا لهم جانب ولهم يعني نحرص بقدر الإمكان يكون لهم يعني هذا الوجود في المشهد والحضور الكامل. ولهذا يعني أطلق النادي يعني قبل سنوات منتدى الشباب الإبداعي، الذي يعني جعل من أبرز مهامه الاهتمام بشريحة الشباب، سواء من فئة الطلاب في التعليم العام أو الجامعي أو الخريجين. يعني أردنا أن نتناول مفهوم الشباب بالمفهوم العام، يعني لا نريد أن نحدد عمر معين. قد يستفيد من هذه الفعالية الطفل والطفلة، وقد يستفيد أيضا الشاب الناضج لديه رؤية وأيضا نضج ثقافي ووعي أيضا. فأردنا أن تكون المفهوم مفتوح من كلا الجانبين، لا من ناحية العمر ولا أيضا من ناحية الممارسة الأدبية ومستوى الكتاب أو الإبداع لديهم. جميل. أستاذ عبد الرحمن، نتطرق شوي، حضرتك ذكرت أن جت الفكرة من منتدى الشباب الإبداعي، نبي نعرف كيف جت الفكرة هذه ومين اللي يعني زي ما تقولت بناها وخلاص خلاها على أرض الواقع، ونبي نعرف المسابقة هذه المنتدى إيش يقدم للشباب وش. ممتاز. حقيقة يعني أنا أذكر حينما كنت شاب كنت أزور بعض الأندية. نعم. أجد أن الموضوعات اللي تتناولها الأندية هي موضوعات أحيانا لا تلامس اهتمامي ولا اهتمام الشباب. نعم. وأحيانا موضوعات نقدية جامدة، أحيانا يعني نكون صريحين كثير من الأندية كانت مجرد حديقة خلفية لكثير من الجامعات، يخرجون من الجامعة يتجهون للنادي. نعم. ثم يعيدون بعض الموضوعات، فالشباب ليس لهم يعني ذلك الفعل الحقيقي داخل الأندية، أو حتى الأندية لا تقدم لهم المادة الجيدة، يعني باستثناء بعض الأندية حتى لا أعمم. فلما وجدت انه لا، ما هناك يعني نوع من الاهتمام لدى الانديه، وايضا لدى كثير من المسؤولين في الانديه ان الانديه حينما سميت بانديه ادبيه ان معنى هذا يجب ان نتناول موضوعات جامده في الادب، موضوعات نقديه تخصصيه اكاديميه. فقدمت أنا مجموعة من الزملاء مشروع لرئيس النادي الأسبق الدكتور عبد الله الوشمي لإنشاء هذا المنتدى، وجاءت الفكرة أيضا على خلفية أنه كان هناك تعاون قديم بين إدارة تعليم الرياض ونادي الرياض الأدبي بإيجاد برنامج أسبوعي وتوقف يعني لأسباب،
فأردنا أن نعيد هذه الفكرة لأننا وجدنا أنه الكثير من الشباب لديه الرغبة أن يحضر، لكن هذه الموضوعات لا تمس تماما. فجاءت الفكرة بإنشاء منتدى يديره الشباب بأنفسهم، يعني منهم وإليهم، تكون هناك يعني تغذية راجعة من الشباب، يقدمون مقترحات في أول العام، وإنشاء برنامج يعني ممتد أو خطة برامج لعام كامل، وأيضا النادي لا يفقد دوره من خلال رعاية الأدباء الرواد وتقديم الموضوعات الجادة، هذا لا يتنافى ولا يتعارض، يعني النادي يتسع الجميع. من هنا انطلقت فكرة النادي، يعني وقدمنا يعني سلسلة حقيقة من البرامج والفعاليات التي يقدمها الشباب ويديرها الشباب وأيضا يقترحها الشباب. ليه أحس دائما أنه أو عفوا من حكيك أنه في تغذية سمعية وتغذية لغوية أنتم تقدمونها بهالنادي، ما أعرف ليش، بما أنه أدب ونقد وأنه تغذون هالمواهب، وأحس كمان هالمنتدى ذا جامع المواهب بما أنكم في تعاون بينكم وبين وزارة التعليم. نعم صحيح؟ أنا بتناول الشق الأخير من السؤال ليدخل على بداية السؤال. طبعا لا شك عندنا تعاون، لأنه حينما تريد أن تستقطب فئة الشباب لابد أن تذهب إليهم. صحيح. يعني الشباب غالبا لا يريد من يأتي إليهم، خصوصا في الاهتمامات الجادة، أنا أسميها الأدب، الشعر، الفن التشكيلي، بينما نجد مثلا في الرياضة وغيرها من الجوانب الترفيه لا، يعني الشاب هو هذا شيء طبيعي لديه يعني القدرة على أن يذهب ويجد هذه المساحات. صحيح. يعني تملأ كثير من أوقاتهم، لكن في مجال الأدب أو الفن التشكيلية أو غيرها التي نحتاج إلى أن نذهب إلى الشباب، فوجد أن أفضل طريقة هو أن نتعاون مع المؤسسات المعنية بالشباب. أولا لنا تعاون ووقعنا اتفاقية مع إدارة تعليم الرياض ممثلة بالنشاط الطلابي، تعاوننا مع جامعات كثيرة منها على سبيل المثال جامعة الأميرة نورة، جامعة الفيصل، لدينا تعاون مع جامعة الإمام وجامعة الملك سعود، لدينا تعاون أيضا حتى مع بعض المراكز المعنية والمهتمة بالثقافة بشكل أو بآخر مثل مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية، بالإضافة إلى أننا نتعاون مع جهات بدون توقيع شراكة لكن ببرامج معينة، مثل يعني بعض الجهات التي يعني مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. من خلال هذه التعاونات استطعنا أن نستقطب الشباب ونجمعهم، ودائما يعني وغالبا في كل بداية موسم نجمع الشباب في لقاء مفتوح لنأخذ منهم بعض الأفكار والمقترحات والرؤى، ثم نصيغها من خلال برنامج يمتد على مدى موسم كامل وهو فصل دراسي، ونحرص دائما أنه يكون هناك تجديد وتنويع. أيضا حينما نقول منتدى الشباب الإبداعي أردنا الخروج من تضييق كلمة الأدب، ما أردنا يكون المنتدى منتدى الشباب الأدبي حتى نحصرها في مجال الأدب، لا، إحنا نقدم يعني شتى أنواع الثقافة بمفهومها الواسع والإبداع بشكله الأوسع. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، هذه الليلة إن شاء الله تعالى نستضيف 3 من الشباب، واحد منهم في مجال الشعر، واحد في مجال الفن التشكيلي، وآخر في مجال الكتابة العامة. يعني هذه التشكيلة وهذا التنويع تستطيع من خلالك تستقطب جميع الاهتمامات. صح. تستقطب جميع شرائح المجتمع. نستطيع من خلال هذا التشكيل وهذا التنوع أننا يعني نستمر، لأن أحيانا إذا أخذت مجال وخط معين تجد نفسك أنك تكرر نفسك أكثر من مرة، تجد أنك لا تنوع، لكن حينما تكون لديك مجالات مختلفة ومتنوعة في مجال الإبداع يكون هناك تنويع وابتكار وتقديم يعني كل ما هو جديد. فمن هنا جاء يعني أننا نحرص دائما أننا نغذي كما ذكرتي الجانب الأدبي سمعيا وبصريا، وأيضا الفن بمفهومه الواسع. فالثقافة غالبا لا تجزأ، يعني صحيح. يعني لابد أن تكون الثقافة مكتملة، أنك مثل ما أنك تغذي أو تحرص على أن تدعم الكلمة لابد أن تدعم الصورة. صح. أن أن أن
يعني تدعم كما يقال الفنون السمعية، لابد أيضا أن تدعم الفنون البصرية لتقدم لوحة متكاملة. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني ذكرت على السريع أنه بعد ما يتم التعاون مع كثير من الجامعات واستقطاب الشباب الموهوبين، من بعد ذلك طبعا تقوموا بعمل برنامج ربما مدته سنة تقريبا أو برنامج سنوي. إيش هذه الفعاليات أو البرامج اللي يهتم فيها نادي الشباب الإبداعي؟ طبعا احنا في الحقيقة برامجنا كثيرة جدا، ويعني قدمنا خلال يعني سنوات يمكن يعني عدد كبير جدا من الفعاليات المتنوعة، لكن على سبيل المثال وليس الحصر، يعني مثل فعالية الليلة اللي ذكرتها هي الندوة رقم 10 في تحت سلسلة تجارب شبابية إبداعية. فكرتها أن نستقطب مجموعة من الشباب، كل واحد يقدم تجربته خلال ربع ساعة، يستعرض ما لديه من منتجات إبداعية، سواء كانت في مجال الكتابة، في مجال الفن التشكيلي، في مجال تقديم البرامج، في مجال يوتيوب والإعلام الجديد. فهذه الليلة يعني نحتفل بالندوة رقم 10. لدينا أيضا جانب آخر، أنه حينما نقول الشباب لا يعني هذا دائما أننا لا نستفيد من الرواد الكبار الذين لهم باع طويل، لكن على طريقتنا نحن الشباب أو على طريقة الشباب لدينا سلسلة اسمها تجربتي للشباب. نستضيف فيها مجموعة من الرواد ليقدموا خلاصة التجربة لكن بلغة الشباب. يعني آخر ما استضفنا الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير جريدة الجزيرة، قدم تجربته وخلاصة التجربة يعني امتدت لأكثر من نصف قرن، لكن قدمها للشباب، يعني يحاول أن يوجه رسائل للشباب، وكان هناك تفاعل كبير. استضفنا مثلا على سبيل المثال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وهو يعني له باع في الأدب وفي الكتاب وفي التأليف، ورجل موسوعي في عدد من جوانب العلم. استضفنا أسماء كثيرة، يعني لا أود أن أذكر أسماء وأترك أسماء. هذا الخط هو اللي استفادة من الرواد لكن للشباب. قدمنا عدد من المهرجانات، قدمنا المهرجان الشعري لعدد من الشعراء والشاعرات الشباب، قدمنا مثلا معارض فنية وتشكيلية، قدمنا مثلا على سبيل المثال دورات في تنمية الموهبة الأدبية لطلاب التعليم العام المرحلة الثانوية، قدمنا مثلا دورات في الكتابة الإبداعية، ولعل المسابقة التي استهلت فيها الأخت هذا اللقاء وهو تعاون، يعني هي ثمرة التعاون أو أحد ثمار التعاون بينه وبين التعليم العام، أطلقت مسابقة المهارات الأدبية. هذه المسابقة هي ليست فقط مجرد مسابقة أنه نعلن على الأسماء والفائزين ونكرمهم وتنتهي المسألة، لا، هذه المسابقة لها أكثر من تقريبا 15 سنة قبل ما يبدأ المنتدى، وهي موجودة، لكن لما استقطبها المنتدى وتعاون فيها مع النادي أصبحت هذه المسابقة هي مصنع للمبدعين وللشباب وللشعراء والشاعرات، من خلال اكتشف حقيقة يعني بوادر أو نستطيع أن نقول بذور شعرية لطلاب في التعليم العام في المرحلة الثانوية، نرعاها وننميها، ثم بعد ذلك نقدم لهم دورات، ومن خلال هذه الدورات ومن خلال هذه الرعاية يعني خرج لدينا مجموعة من الشعراء. يعني النادي طبع لمن كانوا خريجين هذه المسابقة مجموعات شعرية وقصصية، فلا شك أن هذه المسابقة هي يعني استكشاف قبل أن تكون مسابقة لعدد من الموهوبين. أكيد يعني أستاذ عبد الرحمن راح يتبادلون فيها خبرات وراح يتطورون ويستفيدون منكم، ما أنكم أنتم يعني في هذا المجال من قبلهم أكيد وعندكم خبرة أوسع. لكن نبي نعرف، يعني يمكن قبل الهوى أستاذ عبد الرحمن كنت أسألك مين يقدر يشارك، نبي نعرف آلية المشاركة ومين الأشخاص، يعني هل فيها مقاييس؟ بعد أنك بس لو بشكل مختصر تقول لنا مين الأشخاص اللي مستهدفين. سؤال جميل ومهم دائما نسأل. لما فكرنا في فكرة المنتدى طرح بعض الزملاء أن يكون هناك تقنين للمشاركات، ويجب أن يكون بالسن الفلاني والعمر الفلاني والشكل الفلاني والجنس الفلاني، فرأينا أنه لا، يجب أن تكون البرامج مفتوحة للجميع. نحن نقدم البرنامج، إذا كانت البرامج تستدعي تسجيل نطرح مجال التسجيل للجميع بدون تحديد أي فئة أو أي عمر. صارت تتسع للجميع، فغالبا برامجنا هي مفتوحة للجميع، نفتح المجال للجميع، لكن نجعل الأولوية لفئة الشباب من الطلاب والطالبات، وهم اللي يستهدفهم بالعناوين. أنا لا نستهدف أحيانا بالتسجيل أعمار معينة ومحددة أو
شاب او شابه، لا احنا نستهدف او نحن نستهدف بالعناوين، احنا نطرح هذا العنوان هو يعني عنوان يهم الشباب. اكيد اذا كان لديك رغبه او لديك رغبه تتقدمين وتسجلين اذا كان الموضوع يستدعي التسجيل، او مجرد حضور واستفاده. فالبرامج هي الجميع بدون اي يعني تحديد لاي نوع، لكن اللي يهمنا هنا هو انه من الذي نستقطبه نحن لتقديم هذه البرامج. مثل ما ذكرنا احنا المسابقة تكون احيانا كشاف للشعراء والشاعرات، ايضا من خلال التواصل مع المنتدى او النادي بشكل عام من خلال حسابات النادي. نعم. يقدم الانسان ما لديه وفكرته، ثم بعد ذلك يكون لك تنسيق. انا يمكن المنتدى ذا انا ما حبيت صراحه، لانه يجمع مواهب اكثر من انه هو يعني جلسات ادبيه او حواريه او حتى نقاشات زي ما احنا متعودين دائما. استاذ عبد الرحمن شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. وانا ايضا بدوري اشكر برنامجكم الكريم واشكر القناه الموقره، واوجه دعوه لجميع الشباب والشابات بان يحضروا لدينا للنادي ويشرفونا، وباذن الله تعالى يجدون ما يسرهم. يعطيك الف عافيه استاذ عبد الرحمن، شكرا لك. خلونا نطلع فاصل، اكيد راجعين مكملين. بعد الفاصل، كميل وزينب زوجان جمعهم حبهم للفن في مشروعهم الخاص.